اهلا بيكم من جديد. وصلنا دلوقتي لفقرة نبض ميتاب. دلوقتي تعالوا نروح للايف من داخل النادي وناخد من هناك زميلنا مراد ابو جلال عشان نعرف منه اخر اخبار النادي. يا مراد نهارك ابيض. نهارك ابدا يا مراد، ماذا لديك اليوم في ميتابا؟ صباح الفل عليك يا الزميلة العزيزة مطلقة انجي يحيى، صباح الفل عليك الزميلة العزيزة مطلق احمد علي وعلى جميع مشاهدي ومتابعي قناة الزمالك في كل مكان، من هنا من نادي الزمالك وشمس. يوم رياضي جديد مليء بالاحداث الرياضيه طبعا على المستويين سواء المحلي او الاوروبي. بالتاكيد المستوى المحلي يلتقي نادي الزمالك اليوم طبعا على قمه جدول الدوري 41 نقطه، طبعا يلتقي نادي الاسماعيلي برصيد طبعا 18 نقطه في المركز 16 في مباراه الجوله 21 من مسابقه الدوري المصري الممتاز. طبعا المباراه الساعه 6:30 مساء، يمكن نادي الاسماعيلي بيدخل اللقاء بقياده فنيه جديده بكابتن حمزه الجمل. طبعا اللي قاد الاسماعيلي في خلال 3 مباريات قدر يحقق انتصارين على المصري وعلى سيراميكا كليوباترا وتعادل في المباراه الاخيره امام البنك الاهلي، وده مؤشر يعطي ان المباراه هتبقى صعبه جدا يا انجي ويا احمد. ان شاء الله كل التوفيق للاعبي نادي الزمالك اليوم. ايضا على مستوى الاوروبي اليوم طبعا مباراه فريق ليفربول طبعا مع ريال مدريد على نهائي دوري ابطال اوروبا. ليفربول طبعا 6 بطولات طبعا بيسعى لحظ البطوله السابعه ان شاء الله باذن الله علشان خاطر طبعا محمد صلاح طبعا، وريال مدريد طبعا 13 بطوله بيسعى لحظ البطوله 14، بس ان شاء الله يكون كل التوفيق لليفربول طبعا عشان خاطر طبعا محمد صلاح باذن الله كل التوفيق. ودلوقتي بقى معانا نجمنا طبعا نجم نادي الزمالك السابق طبعا كابتن محمد جمال، هيكلمنا عن مباراه نادي الاسماعيلي وهيكلمنا على التفاصيل كده داخل نادي الزمالك. كابتن محمد برحب بك على شاشه قناه الزمالك، تحيات انجي واحمد علي. صباح الفل لكل الزملكاويه، صباح الفل لصديقي احمد علي وانجي، ان شاء الله يبقى يوم جميل كده على كل الزملكاويه باذن الله. ان شاء الله يا ابو كباتن كده مباراه صعبه مع نادي الاسماعيلي، يمكن نادي الاسماعيلي غير الجهاز الفني قياده فنيه جديده كابتن حمزه الجمل، بقى له 3 مباريات ماشي مع الفريق قدر ان هو يحصد 7 نقاط من 9 نقاط، فوزين على المصري على سيراميكا، تعادل مع البنك الاهلي، وده مؤشر بيعطي لاعبي نادي الزمالك النهارده صعوبه اللقاء يا كابتن. طبعا نادي الاسماعيلي نادي كبير واحنا اشقائنا وبنتمنى لهم كل التوفيق. هي المشكله مش في الاسماعيلي، المشكله عندي انا دايما طول ما انا بقول انا ملاعبتي بتبقى مركزه قوي، انا ما بيفرقش معايا حد خالص مع احترامي لاي منافس. انا بقول المباراه صعبه للفرقتين، هي عشان الجهاز الجديد اللي جه كابتن حمزه الجمل مدرب كبير ومدرب مرن انا شخصيا في نادي المقاولين العرب، وانا عارف امكانياته التدريبيه كويس قوي، بيتعامل نفسيا وفنيا على اعلى مستوى. بس انا بتكلم عليا انا النقطه بتاعتي انا، الطريقه الجديده اللي بيلعب بيها مستر فييرا يا ريت يثبتها، انا بحبها جدا 3-4-3، هي بس ناقصها الاستمراريه، ناقصها كمان اللعيبه. اما طارق حامد ان شاء الله هيرجع لك في الطريقه بتاعت 3 وفي باكين هيبقوا فاتحين بشكل كبير وينجات كانهم وينجات، طارق حامد هيقدر يملى الحته دي بشكل كويس جدا، بتدينا ثقه كمان كويسه قوي في المدافعين عندنا، لان الفتره اللي فاتت احنا عندنا ما شاء الله 3 مساكين كويسين جدا، بس للاسف الفتره اللي فاتت دي كان في يعني ما فيش تركيز شويه. فانا اتمنى الثلاثه يلعبوا مع بعض، بيقبل اخطاء اقل، بيبقى بيدي كمان اريحيه الفتوح او بقرايه حازم امام او زيزو على حسب ما مستر فييرا هيوظف اللعيبه اللي هناك دي. انا شايف الطريقه دي هتبقى مناسبه لينا. اتمنى كمان عوده شيكابالا، لان شيكابي هيفرق معانا قوي في الطريقه دي لو لعبنا بالطريقه اللي هي 3-4-3، والثلاثه اللي قدام دول اصبحوا شيكابالا وبن شرقي وقدامهم اوباما او سيف الجزيري او عمر السعيد. انا شايف الطريقه تبقى كويسه جدا، المباراه ان شاء الله احنا هنسهلها عن نفسنا. انا بحب طول عمري بحب فرقه الزمالك بتلعب فرق الكوره. كابتن ملحوظه، سيف الجزيري وشيكابالا مش موجودين في القائمه، يمكن النهارده كابتن ممكن يكون كابتن محمد عبد الشافي يشارك بصفه اساسيه النهارده مع الثلاثه اللي حضرتك قلتهم، محمد عبد الغني الونش محمود علاء، بنسبه كبيره ان هو يشارك النهارده كابتن عبد الشافي نظرا لعدم وجود فتوح النهارده. تمام، انا بتكلم على الطريقه عامه، انا مش بتكلم على الماتش ده، انا بتكلم على نادي الزمالك اللي هو صاحب يعني انا عارف الفرقه اللي هتاخد الدوري ان شاء الله. انا الطريقه اللي انا هيلعب بيها مستر فييرا دي، لو انا بقول اما يرجع طارق حامد واما يرجع شيكابالا هنأديها بشكل كويس جدا. النهارده انا عارف ان شيكابالا بره السكور، طارق حامد كمان بره السكور، اتمنى للناس اللي هتلعب التوفيق باذن الله. عبد الشافي عوده قويه، عبد الشافي لعيب كبير جدا ولعيب كان مؤثر، وكنت اتمنى في الطريقه دي اللي هو يقضيها لانه بيعرف يلعب هاف بشكل كويس، ان شاء الله يبقى اضافه لينا كبيره. عوده حازم امام لمركزه الطبيعي اللي هو بيلعب كانه وينج، انا شايف اللي هو حازم هيفرق معانا، حتى لو حازم مش موجود انا شايف لو قدر مستر فييرا
يوظف زيزو، احمد سيد زيزو في المكان ده هيقضيها بشكل كويس جدا، لان احمد عنده مرونه تكتيكيه، بيعرف يعمل اوفرات كويسه، بيعرف يكمل الناحيه الثانيه، حتى لما بيدخل في نص الملعب بيقدر يشوط. فانا شايف المباراه هتبقى جميله ممتعه، كلنا زي ما هنتمتع، كلنا مستنيين النهارده ماتش ليفربول وريال مدريد الساعه 9، هنتمتع برضو ماتشين ورا بعض، برازيل الكره المصريه مع نجوم الفن والهندسه. المباراه هتبقى كبيره ممتعه، واتمنى التوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله. كابتن على كل حاجه كابتن والله. يعني بصراحه يعني يوم جميل، يعني انا يوم السبت النهارده يوم جميل، انا عندي تمرين في النادي هنا من 2:30 هنخلص الساعه 4 وان شاء الله، وهروح بقى يعني هنفرغ لنفسنا للمتعه ماتش الزمالك والاسماعيلي باذن الله، وبعدين ان شاء الله ريال مدريد وبرشلونه. محمد جمال سوري، ريال مدريد وليفربول، لان انا برشلوني اصلا. بس كلنا النهارده ليفربول كابتن عشان خاطر محمد صلاح. طبعا 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 محمد صلاح صديق شخصي ليا، واتشرف ان احنا لعب معايا سنتين كاملين في نادي المقاولين العرب، انا لعبت 7 سنين، هو الحين اخر سنتين ليا. محمد صلاح من يومه لعيب يخطف العين، لعيب مميز ملتزم جدا داخل الملعب وخارج الملعب، سلوكاته عاليه جدا، اتمنى له التوفيق، ده فخر مصر والعرب كلهم. ما ينفعش يبقى مع احترامي للناس حتى المصريين اللي بتشجع ريال مدريد، لا يعني ابن بلدنا اولى باي حاجه. فانا اتمنى له التوفيق النهارده ان شاء الله، لانه لو ان شاء الله احرز الكاس بشكل كبير جدا ممكن ينافس على الكره الذهبيه، وده اللي هو اللي ناقصاه بصراحه. يا رب يا كابتن. الله يكرمك. شكرك جدا كابتن محمد. شكرا كابتن كريم، وتوفيق ان شاء الله باذن الله، وصباح الفل على الزملكاويه كلهم. الله يخليك كابتن مراد. شكرا زميلتي اعزائي انجي، زميلي اعزائي احمد، يمكن ده كان لقاءنا مع نجم من نجوم نادي الزمالك طبعا كابتن محمد جمال، واتكلمنا فيه عن مباراه الاسماعيلي والزمالك النهارده. ان شاء الله كل الامنيات الطيبه لنادي الزمالك، ايضا كل الامنيات الطيبه النهارده لليفربول. طبعا معلش هنزعل مننا المدريديه، لكن النهارده كلنا محمد صلاح، كل الامنيات الطيبه ان شاء الله باذن الله. والان عوده اليك. نشكرك اكيد يا مراد، نشكر كابتن محمد جمال. شكرا جدا يا مراد، والشكر موصول لكابتن محمد جمال نجم نادي الزمالك ونادي المقاولين. اشكرك شكرا جزيلا.